السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ على بالي راه قلت لهم وفيه طولت عليكم بزاف، والله غير سمحوا لي يا خاوتي الشغالات. وقلت لكم البارح كنت مريض وتما بديت نستعفى ان شاء الله. بون جينا نحكوا على المؤتمر الصحفي تاع بيب غوارديولا، هضر واحد الامور. نشكر اخونا خير الدين على كل حال، البارح بعث لي على رحيم ستيرلينغ، قال لي بلي رحيم ستيرلينغ راهو طلب، قال تما لو كان يجيني نادي تما نقدر نروح وين نلعب اكثر، تما ماذا به يبدل النادي وين يقدر يلعب اكثر. وهذه تصريحات مليحه. مؤتمر صحفي يا خاوتي، اليوم الصحافه طاحت على بيب غوارديولا سورتو من ناحيه التدوير، بصح يضربوا على ولاد بلادهم، يضربوا على ستونز، يضربوا على رحيم ستيرلينغ. بون غوارديولا ما نلوموش في امور ونلومو في امور، دوك نفضحك نبين لك باللي انت خروطو وانت كذاب يا بيب غوارديولا على حساب الهضره تاعك. شوفوا خليكم تسمعوا اولا ونجاوبوا، وهضر امور بزاف يعني فيديو طويل. على كل حال لخص واش نسحقوا، على كل حال اسمعوا خاوتي واش قال. Raheem Sterling has admitted he's considering leaving the club to get more game time. What have you made of that revelation? I didn't know it, so, and I think the club neither. So, Raheem is our player, as been is, and hopefully will be an incredible important player for us. So I don't know if he won. Play game time more, like Riyad when he doesn't play, complain. Like Joao doesn't play, complain. There were some players, complain when I play all the time. But I cannot assure them, so they know it. I spoke many times about them. I cannot assure how many minutes every player is going to play. So and always they have to speak on the grass, on the pitch. That is the best moment. Not Raheem, all of them. So when they have opportunity, because they know they're going to play minutes. So I'm not a guy who only play 11 players and that's all. So all of them are involved and the moment is there. So what's going to happen, what I want from Raheem and for everyone is be happy. They have to be satisfied to be here. They have to be delighted to be in this club. If this is not the case, they are free to take decision for the best for him, for the players, for their families, for all the people who love them. So this is the most important thing. They have to be happy. Give more time. I understand completely. I was a football player and all the time I want to play. So it's not an exception. But not just Raheem, all of them want to play every game 90 minutes, but I cannot give them. I cannot assure them. So they have to prove every training session and on the pitch and try to be happy there. So it's only I can say, but I didn't know it. Yes. شوفوا خاوتي الهضره تاعو ديجا كي كان يهضر كان يتمسكن، كان جاتو على رياض محرز ولا يهضر نورمال، بصح كي جاتو على رحيم ستيرلينغ جبد كان رياض محرز يا اخي سمعتوه فيتمسكن. طاحوا عليه مؤتمر صحفي كاع طايحين عليه، تما رحيم ستيرلينغ حابب يبدل الكلوب، جاو ليه تما كيفاش نو حنا مانشستر سيتي وتاعنا حاب يقول هكذايا، قال لهم ما على باليش انا باللي راه حاب يبدل، قال لهم ممكن مع النادي ولا كذا منا، قال لهم شوفوا، قال لهم نقول لكم حاجه، قال لهم انا ما نقدرش نصوري لكم يعني، قال لهم بالك هو راه حاب يلعب دقائق كثيره او اوقات كثيره، قال لهم كيما رياض محرز ما لعبش بزاف، كيما كانسيلو باريزوب ما لعبش بزاف، وكيما كيما كيما كيما، قال لهم ولكن قال لهم باللي شوفوا الهضره اللي هضرها دوك نجاوبك باللي انت اكبر خروط ونعطيك بالدليل ونعطيك بالاحصائيات. قال لهم باللي على كل حال دوك نجيكم هذه الاحصائيات، قال لهم على كل حال، قال لهم اللاعب تما كيما نقولوا عليه باش يقدم يتكلم فوق ارضيه الميدان، زعما يكون مليح يلعب، حب يقول هكذا، قال لهم يتكلم فوق ارضيه الميدان ويبقى كيما نقولوا اذا بقى في البنك وكذا ومنها، قال لهم يتكلم يعني يحب يبرهن باش يلعب. قال لهم واذا اللاعب ما راهوش راضي، قال لهم فاللاعب هو يشوف حياته ويشوف واش يخرج عليه، حب يبدل. قال لهم كاين بزاف لي كلوب، دوك نجيكم كاين بزاف هضر على هذا الموضوع، قال لهم كاين بزاف لي كلوب كاين يعني يشوف واش يخرج عليه العائله تاعو وكذا منها، قال لهم حنا اللاعبين هادو ما راهم امبورطون لينا. بون بيب غوارديولا حبيت نجيك برك لهذيك الهضره اللي قلتها ونزيد نكمل لكم، انت راك تقول باللي اللي يقدم فوق ارضيه الميدان، اروح نعطيك الاحصائيات، جاك ريليتش راهو يلعب كاع لي ماتش هكذا، جاك ريليتش راهو لعب 588 دقيقه في البريمير ليغ، بريمير ليغ، وراهو لاعب في الشامبيونز ليغ
149 دقيقة وراه لاعب 25 دقيقة في كوميونيتي شيلد هذيك تاع الكأس هذيك اللي غير مهمة على هذيك 25 دقيقة برك دخل كبديل بصح في الشامبيونا راهو يلعب كاع وفي بريمير ليغ راهو يلعب كاع هذاك واش راه مقدم لك مقدم لك زوج لي زاسيس وزوج أهداف هكذا هدف خبط فيه هذاك بصح معليش نحسبوه طونك حسبوه نحسبوه هكذا راهو مقدم زوج اهداف وزوج تمريرات حاسمه حنا على بالنا بلي رياض محرز ملي بدا الموسم ما لعبش في الشامبيونز ليغ روح نحاسبك رياض محرز لعب في الشامبيونا قلت لكم في الشامبيونز ليغ في الشامبيونا رياض محرز لعب في الشامبيونا 155 دقيقه جاك غريليش 588 دقيقه رياض محرز لعب في الشامبيونز ليغ لعب 180 دقيقه جاك غريليش لان راك خرجته لعب 149 دقيقه يعني رياض محرز لعب غير في الشامبيونز ليغ وفي كوميونيتي شيلد رياض محرز لعب 90 دقيقه وفي هذيك واسمها اف ال كوب هذيك لعب 90 دقيقه يعني راهو يلعب في المباريات الغير مهمه على هذيك اللي تبان لكم بزاف رياض محرز في كل المباريات الغير مهمة أبار الشامبيونز ليغ مع الشامبيونز ليغ والآخر لعب 515 دقيقة مسجل 4 أهداف ومات زوج تمريرات حاسمة راهو خير من جاك غريليتش في الإحصائيات أروح نحاسبك أنا كي تقول لي قدم فوق الميدان رياض محرز كان يدخل بديل كان يسجل رياض محرز كان يدخل بديل لخمس دقائق جاك غريليتش يلعب كومبلي ماتش كومبلي ما يدير والو رياض محرز يدخل بديل يمد اساس يسجل بصح انت كذاب انت يا بيب غوارديولا انت كذاب انت لان تقول لازم يعطي فوق ارضيه الميدان رياض محرز راه يعطي لك فوق ارضيه الميدان اكثر من اللي راه يمد لك جاك غريليتش وراك تدخل في جاك غريليتش جاك غريليتش لعب 768 دقيقه خلينا اللي ما لعبتوش اللي ما لعبتوش المباريات الغير مهمه هذيك تاع لي كوبا هذوك تاع كوميونيتي شيلد وهذيك تاع واسمو كاس الاتحاد هذوك اللي ما لعبهمش فهمت فهنا يعطيك بالدليل باللي رياض محرز راه يقدم لك فوق ارضيه الميدان بصح انت راك تعتمد على جاك غريليتش بالنسبه للاعبين كامل مبين لك باللي انت كذاب راك تقول باللي اللي قدم واسمو شفنا كيفين دي برون ما حنا نحبوا كيفين دي برون كيفين دي برون المباريات اللي فاتوا ما كانش يقدم مليح وكان يلعب راك فاهم ثم حتى صحفي سقسى قال واش رايك انت لاعبين عمالقه ولاعبين كبار بار اكزومبل وما يلعبوش مباريات شغل توجعهم هما راهم يهضروا غير على هو جبد رياض محرز كذا بصح هما راهم يهضروا غير على ستيرلينغ وكذا بون زيدوا سمعوا واش قال بيب غوارديولا بون هضر على واسمو رياض محرز ممكن يلعب غدوه عندهم مع بيرلي على الماتش الرابع اظن بتوقيت الجزائر غابرييل خيسوس قال لهم لعب مع البرازيل ما يقدرش يجي الماتش تاع غدوه يعني رياض محرز ممكن يلعب جدا ممكن اذا دخل ستيرلينغ لانهم اتاكا واش غريليش منا وستيرلينغ منا ممكن جدا ثاني وطوريس قال لهم راهم بليسي غير ثلاث اسابيع بون نجوكم للموضوع كيف هبلوه اليوم في المؤتمر الصحفي اسمعوا يا خوتي They can do it. So always I give opportunities to the players all the time, all the time. So they play some players more minutes than the other ones is normal, but they play. That is the moment to show how good they are. So I would love to give them all of them minutes and minutes and minutes, but I don't have an alternative. Just play 11 players, no more than that. So even they are not for many reasons, they want more. So I cannot assure them anyone else, no John, no Ruben, no Kevin, no Phil Foden. Everyone has to try to do it on the pitch the moment they start again. The rest is not important, honestly, it's not important. And Raheem in that case and the other one is so important player for us, so important. But he compete with Jack Grealish, with Phil Foden, with Ferran, with Gabriel, with Rihad, with Bernardo. So this is the reality. The top clubs is the reality. And sometimes it's difficult for me to take a decision, not give one player to play. It's so difficult, but it's what it is. It's no alternative. The way is straight harder. And to the moment is going to play, that is going to happen, now show you were right to don't select me. This is the only thing I knew as a football player, I know as a manager, how you have to react to situations. شوفوا خوتي هنايا قال لهم باللي الله غالب عندنا 11 لاعب اللي لعبوا قال لهم انا بدا بيا اللاعب كاع اللاعبين وكذا ومنا قال لهم يعني كي تشوف انت رحيم ستيرلينغ ولا قال لي ما راهمش يلعبوا ماشي غير رحيم ستيرلينغ كاع اللي رياض محرز وفي الفاضين وكذا ومنا قال لهم يعني انا مادا بيا اللاعب كاع اللاعبين ولكن عندي 11 لاعب و11 لاعب هادو ما عندي ما ندير انا راني نخير
ما عندي ما ندير انا في هذا الامر. قال لهم باللي واسمو، قال لهم راحيم ستيرلينغ راهو كيما نقولوا راهو في منافسه مع جاك جريليش، مع رياض محرز، مع فيل فودين، مع برناردو سيلفا وكذا. قال لهم هادو كاع لاعبين اللي تسمح بيقول راهم ينافسوا، واللاعب لازم كيما نقولوا يبين لي يلعب كي تكون عنده الفرصه يبين لي. وراني جاوبتك انا هذه تاع يبين لك وما راكش حايب تبين. زيدوا اسمعوا واش قال، يعني كلام مهم جدا، اسمعوا خاوتي. And I understand. And I said many times, in that you have to fight. And at the end, there is a transfer window. And at the transfer window, you have to decide. What do you want to do? You have to decide. I don't want to see you. I don't want to see the players unhappy or a little bit upset or whatever. So here is not the end of the world. So there are many clubs. There are many managers. There are many teams. You can do whatever you want. So we don't push barriers on that. Just you have to make you know, phone call to the club and solve the situation. But not, I'm not talking for this specific, say for the comments for him. I think for in general idea for all the players. But this is what I'm saying. I said many times to the players. So you have to be there and fight and try to play good every day. And afterwards it's a summer transfer window, transfer window in winter time and summer time. Now is the moment to decide when it's finished. You have to take my decisions. I'm the manager. I have to decide what is the best for the team, because I don't take decisions in benefit for the players. Never, ever. Never take the benefit for the players. I'm thinking about what is the best for the team to win games. That's the reason why we're here, to make happy our fans or our organization, our bosses, our owners or whatever, to be proud of what you do. It's the only solution what you have to move forward. بون خاوتي هنايا راهو خرجها ديريكت، قال لهم باللي انا راني الف مره وانا نقول باللي اللي ما عجبوش الحل راهو مرحبا به يروحوا. قالها ثاني في الفيديو الاولاني اللي درته هو الاولاني، قال لهم باللي هضرت مع اللاعبين وقلت لهم شوف اللي يحب يريحنا لازم يكافح ويحارب وكذا باش يلعب، ولكن اللي ما عجبوش الحل قلتها لهم باللي يا الميركاتو راهو مفتوح ولا الميركاتو كيجي يتفتح خير، وهذه القرار تاعك انت تريح تما. قال لهم تريح وكي يغلق الميركاتو انا اللي نخير وتبلع فمك. هذه قالها غير كيما قالها، واللي ما عجبوش الحال نورمال يروح. كاين بزاف لي كلوب، ما كانش غير مانشستر سيتي، هذا الخيار تاع اللاعبين ماشي تاعي انا. اللي راهو هنايا يسكت انا راني هكذا، انا نلعب هكذا قالها، انا ماشي المدرب اللي نلعب ب 11 لاعب. بون حكينا على الاحصائيات باللي راهو يكذب، ولكن ما تلوموش كي يجي باغ اكزومبل رياض محرز يقول له باللي ما عجبكش الحال روح، رياض محرز ما يروحش. فاللوم هنا ما راهوش على بيب غوارديولا يا خاوتي، راهو على اللاعبين. اللي ما عجبوش الحال يرفد كابتو ويروح، هذا ما كان. خاوتي ما نطولش عليكم ونتلاقاو ان شاء الله غدوه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.